لاكتل نزلت زبادي جديد، زبادي يوناني، بيقول ان هو بيساعد على الهضم والكلام ده. في منهم 4 اطعمه وغراب جدا جدا على فكره، يعني اول طعم غريب جدا جدا زبادي بطعم التشيز كيك، وبعد كده زبادي عادي خالص، وبعد كده زبادي بالفراوله، اخر طعم زبادي بالتوت. كل الزبادي دول زبادي يوناني لسه نازل جديد، بيقول ان هو بيساعد على الهضم او يعني سهل كده في الهضم والكلام ده. فقلت نجرب بقى ونشوف ايه الفرق ما بينه وما بين الزبادي العادي. احنا كلنا دقنا الزبادي العادي، كلنا عارفين طعم الزبادي العادي، ايه بقى الفرق ما بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي؟ طيب احنا نبدأ بأول حاجة اللي هو الزبادي العادي خالص، الزبادي اللي ما فيهوش أي نكهة خالص، سعرها 12 جنيه، نفتح كده ونشوف. ده شكله زبادي عادي خالص بس تحس اللي هو تقيل شوية، يعني مش زي الزبادي بتاعنا، يعني هو تقيل شوية بس. بسم الله. هو زبادي طعمه غريب مش زي الزبادي بتاعنا، هو زبادي تحس ان هو تقيل شويه كده، هو ناعم وتقيل شويه ولكن طعمه غير طعم الزبادي العادي. يعني ده الزبادي اللي هو الساده خالص، عجبني على فكره مش وحش خالص. نجرب زبادي اللي بالفراوله، برده سعرها 12 جنيه. انا لما جيت فتحت دي فرقعت في وشي، انا مش عارف ليه. يعني بص افتح ده ونشوف كده هتفرقع ولا مش هتفرقع، وما اعرفش ليه اصلا فرقعت ولا فرقعت. برده نفس السمك، برده سمك تقيل برده كده شويه يعني، وفي تقريبا قطع فراوله صغيره، فحلو ده. ندوق كده. بسم الله. قطع الفراوله باينه قوي قوي فيه، الله حلو قوي قوي. هو برده نفس الفكره، برده زبادي تقيل وفي قطع فراوله، وبصوا يعني الطعم حلو، زبادي ناعم كده في بقك اللي هو تحس ان انت بتبلعه على طول، وفي قطع فراوله وتقيل شويه، بس حلو والله الزبادي اليوناني ده، يعني طعمه حلو. نجرب بعد كده زبادي اليوناني اللي بالتشيز كيك. في ريحه كيكه كده ظهرت مره واحده بس مش ريحه التشيز كيك خالص يعني، بس ريحه غريبه يعني، ريحه مش مالوفه ان انت وانت بتفتح الزبادي تشمها، وبرده تقيل برده. بصوا سمك الزبادي عامل ازاي، سمك الزبادي تقيل. طيب ندوق كده الزبادي اللي بالتشيز كيك عامل ازاي. بسم الله. عدود الطعم ده في حته قبل كده، طعمه عامل ايه؟ طعمه عامل زي تشيز كيك بتاع ماك، اللي ده التشيز كيك بتاع ماك، فده طعمه زيه بالظبط جدا جدا بس على هيئه زبادي. بس على فكره عجبني جدا جدا اللي بالتشيز كيك ده، فكره جديده بصراحه بس عجباني جدا جدا. اخر واحد زبادي اللي بالتوت، نفتح برده هيفرقع، هيفرقع في وشي. ما فرقعش قوي، فرقع برده يا ابني بقى. ايه ده، ده في برده حته توت، يعني كده الزبادي اللي بالفراوله والزبادي اللي بالتوت فيهم قطع فواكه. ده كده الزبادي اللي بالتوت، ده شكله بسم الله. قطع التوت فيه قوية جدا جدا وكتير بصراحة، غير اللي بالفراولة، حلو حلو قوي. كلهم عاملين نفس السعر 12 جنيه، ولكن الزبادي اليوناني اللي أنا عايز أوصل لك الطعم منه إن هو تقيل شوية ولكن سهل وأنت بتبلع، مش زي الزبادي البلدي بتاعنا اللي هو التقيل ده اللي أنت قطع كده بتاكله، لأ هو ده زبادي تحس إن هو مضروب مثلا في خلاط وأنت بتاكله، أنت مش فاهم بقى أنت بتاكله ولا بتشربه، دي الفكرة. يعني أنا بحس إن أنا باكل القطع بتاعت الفواكه ولكن أصلا هو سائل، الزبادي سائل فأنا بشربه على طول أو مش بيلحق إن أنا أمضغه، يعني أنا بلاقي نفسي إن أنا بلعته على طول. لكن كزبادي لاكتيل بالفواكه والكلام ده حلو جدا جدا، وانصح جدا جدا انك تشتريه. فكره بقى ان هو يستاهل 12 جنيه ولا لا، دي بقى تكتب لي تحت في الكومنت هل هو فعلا يستاهل 12 جنيه ولا لا في حاجه زي كده صغيره كده يعني. واكتبوا لي تحت في الكومنت بقى كده عايزين نجرب ايه تاني، شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت، وعلى فكره هانت جدا جدا خلاص قربنا لها جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.